صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا للسنه الثانيه على التوالي. الماتش ان شاء الله هيكون الساعه 9 بالليل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شوقي وتغطيه خاصه جدا جدا للمباراه النهائيه على قناتنا. يلا بينا. الحقيقة من بعد ماتش الترجي واحنا بنفكر هنعمل ايه في الحلقة دي، لكن قلنا يا جماعة خلينا في السيف سايد وما نعملش حاجة مختلفة، خلينا نقوم بدورنا اللي هو الهدف الرئيسي من البرنامج ده، وهو ان احنا نطمنكم على الفرقة واخبارها قبل المباراة. وعايز اقول لكم ان في حاجة كانت بتخوف كل جماهير الاهلي من المباراة دي قبل ما نخش عليها يعني، وهو ان فريق كايزر تشيفز ده فريق يعتبر مغمور جدا، فريق ملوش ماسكه، فريق تلاقيه مره بيكسب بنتيجه كبيره وبعدها بيخسر، وبيكسب الوداد مثلا على ملعبه وفي المجموعه كان خسران من الوداد بنتيجه تقيله برضو قدام نفس الفرقه. فخلينا نتكلم على الحاله اللي الناس كلها خايفه منها، وهي حاله الاستهتار. هل ممكن فريقنا يدخل ماتش النهارده وهو مستهتر بفريق كايزر تشيفز، خاصه ان هو بيلعب نهائي لاول مره وما عندوش نفس الخبرات اللي عندنا وما عندوش الكلام ده كله؟ اللعيبه نفسها اللي بتفكر تضيف انجاز جديد ليها ولتاريخها وللنادي طبعا هيبقوا عاملين ازاي؟ فحته القلق من المنافس ان هو احنا مش هنحترمه دي ما تخافوش منها خالص، وكفايه مثلا ان احنا عندنا طول عمرنا عقيده ثابته هو النادي الاهلي بيحترم كل منافسيه. في الدوري مثلا عايز اقول لكم ان احنا في مباراه بيقولوا عليها مباراه قمه رغم ان هي ولا قمه ولا حاجه والفروقات كبيره جدا ومفيش اي وجه للمقارنه، بس احنا بنحترمها وبنقول مباراه قمه عادي وبنتعامل على الاساس ده. قبل ما ندخل ماتش النهائي كمان عايز اقول لكم معلومه مهمه ومفرحه لكل جماهيرنا، ان في 4 لعيبه من الفريق مرشحين لجائزه افضل لاعب داخل القاره. الرباعي دول هم محمد الشناوي قائد الفريق، وعلي معلول، ومعاه كمان محمد شريف، وقفشه عريس الموسم اللي فات وصاحب القضيه، واللي ان شاء الله بنتمنى ان الاربعه دول يتالقوا بجانب كل اللاعبين النهارده ويفرحونا بالنجمه العشره. وعايز اقول لكم ان الجيل الذهبي اللي احنا شايفينه قدام عينينا بيتولد لحظه بلحظه، وشايفين لحظات تكوينه وشايفين كل اللحظات الصعبه اللي عدت عليه وبنوثقها بالدقيقه وبالثانيه وبال يعني بكل حاجه بتتوثق. الجيل دوت داخل ان شاء الله على البطوله الثانيه في مسيرته. عايز افكركم بالاجيال التاريخيه بتاعتنا اللي كانت دايما بتسيطر على كل بطولات دوري الابطال او كاس الكؤوس بالمسمى القديم لفترات طويله جدا. الفريق بتاعنا دلوقتي فيه جيل ذهبي داخل على البطوله الثانيه ان شاء الله، وعايز افكركم ان اخر جيل ذهبي كان موجود في النادي عمل الانجاز ده مرتين، مره في بداياته 2005 و2006 كسب البطوله مرتين، ومره ثانيه كمان قبل الجيل ده ما يعتزل ويبطل عملها في 2012 و2013 لما اضاف ليهم عناصر جديده. الجيل الحالي عنده كل مقومات البطوله، ويكفي اقول لكم مثلا ان واحد زي بدر بنون اللي لسه جاي كان لعب على نفس الملعب ده السنة اللي فاتت آخر مباراة لي مع الرجاء وخرج من الملعب كان بيعيط وبيبكي، النهاردة راجع لنفس الملعب وإن شاء الله إن شاء الله يكون بطل أفريقيا وهو على ملعبه وبين أهله وناسه. كمان حاجة تانية قريبة من دي مستر بيتسو موسيماني اللي جه من جنوب أفريقيا وعنده أحلام كبيرة جدا، والشعب الجنوب أفريقي كله من أول رئيس الجمهورية لحد أصغر مشجع هناك بيحترم الراجل ده وشايفه بيقوم بمهمة قومية وواجب وطني كبير. الراجل ده إن شاء الله هيكون معاه 2 دوري ابطال افريقيا وهو لسه ما كملش سنه واحده مع النادي ده. مش عايز اقول لكم كميه الانجازات وكميه الحاجات اللي كل واحد بيفكر فيها سواء على المستوى الشخصي او المستوى الجماعي، لكن خلينا نركز على مباراه النهارده، مباراه التتويج ان شاء الله. وعايز اقول لكم ان في المغرب يعني الاجواء كلها كانت تمام وزي الفل، ما فيش اي مشاكل خالص. كابتن محمود الخطيب موجود مع الفرقه في كل كبيرة وصغيرة، موجود في التمرين، موجود في المحاضرات، موجود معاهم على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء، ما بيسيبهمش لحظة واحدة. وعايز اقول لكم ان كابتن محمود الخطيب زي ما كان اول افريقي يفوز بدوري الابطال كلاعب وكرئيس نادي، هيكون برضو ان شاء الله هو اول افريقي بيفوز بدوري الابطال مرتين كلاعب وان شاء الله مرتين كمان كرئيس نادي. وعايز اقول لكم ان فريقنا بيدخل ماتش النهارده المباراه النهائيه الثانيه على التوالي وسط ضغط كبير وظروف صعبه جدا، وده اللي كان بيحصل في كل المواسم اللي توجنا فيها بالتسع نجوم اللي قبل كده. عايز اقول لكم مثلا في 2001
في تكوين الجيل الجديد مع مانويل جوزيه لما عمل فريق جديد معظم عناصره من منتخب الشباب اللي كان فايز ببرونزيه كاس العالم قبلها وقدر يكسب البطوله وكمان كسب الزمالك 6-1 في الدوري بعدها. الجيل دوت كان جيل عظيم جدا وقدر يتوج بدوري الابطال. في 2005 مثلا كان موسم برضه بنكون فيه فريق جديد وبركات كان متالق جدا وقدرنا نحقق فيه ارقام قياسيه وانجازات كبيره جدا وتوجنا بالبطوله في النهايه. رجعنا بعد كده في 2006 برضه كان عندنا تحدي جديد وهو ان احنا بعد ما خرجنا من كاس العالم للانديه بنتائج مش كويسه رجعنا في 2006 برضه مره ثانيه وحققنا نجاحات كبيره في موسم كان نجمه محمد ابو تريكه. رجعنا تاني في 2007 تعثرنا لكن في 2008 قدرنا نحافظ على انجازاتنا وصلنا للمباراه النهائيه للموسم الرابع على التوالي وتوجنا باللقب في موسم كان نجمه طبعا فلافيو. وفي 2012 وقت توقف النشاط وبطوله طبعا اللي بنهديها لكل شهدائنا كان النادي الاهلي بيكسب بطوله افريقيا في ظل توقف النشاط المحلي في بطوله كانت كبيره جدا وقدم فيها النادي الاهلي كل اللي عنده ولعيبته عشان يكسبوا البطوله دي ويهدوها لروح شهدائنا وبالفعل كسبنا البطوله من الترجي على ملعبه وسط جماهيره. رجعنا تاني في 2018 وبطوله وداع بقى الجيل الذهبي ووداع محمد ابو تريكه وقدرنا نحقق فيها اللقب بعد برضه موسم طويل وشاق وصعب جدا وكانت كل نجوم النادي الاهلي بتتهاجم وقتها من وسائل الاعلام بسبب كبر سنهم لكن هم ردوا على الكل بالتتويج بالبطوله. وعايز كمان افكركم باول بطوله حققناها سنه 82 اللي وصلنا فيها غانا عشان نلعب اشانتي كوتوكو بطياره حربيه. مش عايز اقول لكم البطوله دي كانت صعبه ازاي والبطوله اللي قبلها برضو كانت بنفس صعوبتها في موسم تكوين جيل ذهبي برضو بقياده محمود الخطيب. محمود الخطيب نفسه في 87 قبل ما يعتزل في موسم اعتزال الاسطوره قدرنا نكسب البطوله بعد موسم برضو طويل موسم شاق لكن كنا قد المسؤوليه ولاعيبتنا كانوا رجاله وتوجنا باللقب في موسم اعتزال الخطيب. وقبل ما نختم بنفكركم تشاركونا عن لحظاتكم اللي عشتوها السنه دي مع الفريق سواء بنلعب على ملعبنا او بره ملعبنا واصعب لحظه عدت عليكم في الموسم دوت. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات عن لحظاتكم دي واستنونا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي وثالث يوم العيد احتفال ان شاء الله باللقب الافريقي قدام البنك الاهلي هنا على ملعبنا. ويلا يا اهلي.